اركب معنا عندك لا تتشوقا اخر الاخبار اليوم على السياسة زعما زعما راهو اللي موت في الليقا صاحب تحاير ما امشي الحكاية تاكسي بوليتي قرع شي كدالة شوف واش دير كي تسمع الرسالة كاي اللي زعفو صحو في المحضور كاي اللي عقل وعطانا الحلول سلمية خوا خوا سلمية كاميرا كاشي على الأزمة الحالية سلمية خوا خوا سلمية كاميرا كاشي على الأزمة الحالية انا خويا لازم انا ما نروح خلاص سي بون سي بون يا مستبرك الله فهمت بيا قلت لك تنافيقي مصروف كذا تنافيقي تخدم شري طوموبيل شري طوموبيل شريها شويه تبيعها تزوج معايا تزوج تعاود شري طوموبيل واحده اخرى تعاود تموت عزيز ماشي يا خويا كيفاش تحب سلاك هالهربة يا اخي سلاك وين تروح الهربة وين وين تروح يا صاحبي امن يا عبالك انت طيبه صاحبي ما هي سهله اللغة وقدام والخدمة ترافيقي كان اللي قبلك يا صاحبي الملايين قسما بالله غير 30 سنة كارض ما عنده خو يا اخو سبحان الله ايه واعرة يا صاحبي ما يسهل يا اخو سبحانه شكرا الله يحفظك صحة ربي يجيب الخير امين ان شاء الله من الغربة صايبة ها؟ من الغربة صايبة مشي مشي سهل الله مساه الله يجعل خير آمين الله يجعل خير آمين أنا راح على كل حال حي البدر كيما المترو راح نشوف واحد تاع لهتين برك يا أخي حي البدر إذا إذا تصبر لي دقيقة برك نشوفوا هذا تاع لهتين هنا في طلعة لا نوري له عندي واحد السلعة على البيع طق طق تاع دو سكوند حبيبي وجهي إذا حبيتي يا أخي وين جاي هو وراه؟ جاي في طلعة هنا يا اوكي اوكي انتو دوك انا رجليها نستناو دقيقه بك جماعه الخير يا ربي بسم الله اخبارك طيب كاش والله الشر خليني حتى جبد قلت يا اخي كان قلت لي ما كاش هو كاش والله الشر معليش بالعقل حبيبي سمعنا الافاضل وردنا الان في هذا العاجل اهلا بكم الى هذه اذا النشره الخاصه التي سنوافيكم بها برساله من الرئيس المنتهية عهده عبد العزيز بوتفليقة ويقول في رسالته انه نظرا للانسداد الواقع حاليا في البلاد وبالنظر للخطوره التي يكتسيها الوضع فانه قرر التضحيه والعوده الى الحكم وقال السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته للشعب الجزائري أيها الشعب الجزائري أنا متأكد أنهم يدفعوك إلى تظاهر ضدي ولكني أعلم أنك تحبني ولذلك ها أنا قد عدت إليكم لأتمم المسيرة التي بدأتها معكم منذ 1990 وأضاف السيد عبد العزيز بوتفليقة سألغي كل القرارات والإجراءات التي صدرت في مرحلة غيابي وسأعاقب كل من تسبب في هذه الفوضى التي تعرفها البلاد كما سأصدر قرارات مهمة وخطيرة ابتداء من اليوم وهي في عزل كل من كان وراء استقالتي ومحاكمته أمام العدالة وأوضح عبد العزيز بوتفليقة أنه سيعين شقيقه السيد السعيد بوتفليقة كنائب له أي النائب الأول لرئيس الجمهورية ويمنحه كافة الصلاحيات والسلطات كما سيعيد تعيين السيد أحمد يحيى كوزير أول نظرا للخدمات الجليلة التي قدمها للشعب الجزائري وقد أثارت عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ردود فعل قوية من طرف الطبقة السياسية نجيب خويا السلام عليكم الله يسرك هذا وين سمعت خبر باللي قالوا بوتفليقة ولا وكذا اسكي صح الله أكبر الله أكبر صح صح اخو صح الله يحفظك هذا وين سمعنا صح
سعيد فوق وتوفير. سعيد وتوفير سعيد وتوفير سعيد وتوفير سعيد وتوفير ما كاش خو زين والو يا خو. علاش يا باش هاد الانسان دوك يعاود يولي من الاستقاله تاعو ويعاود يولي يحكم البلاد اللي رفضوا 40 مليون شخص 40 مليون جزائري على اخو كاش منها كيف السيد استقال يعاود يولي ما كاش منها نورمال يقدر يولي يا خو. علاش علاش يا خويا العزيز اسمح لي عمري ما سيد ما يدو ما يقدرش يرفد يا صاحبي يقدر يرفد ما كاش من عادي يا حبيبي اسمح يقدر يكتب ريا يقدر بيسر يقدر يا صاحبي الله يهديك ما كاش منها شي توقي كابي يا صاحبي ها هونديكابي او هكذا مشلول هادي هي الهضره العيانه يا اخو. ها دوك كيفاه دوك انا كيفاه نهضر انا دوك الا مع خويا نهضر هكذا دوك كيفاه حبيت نهضر معاك انا دوك كيفاه شفت لا 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 انت شتو يكتب هيا قول لي برك قول لي قول لي قول لي شفتو انت يا صح 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 على مر هكذا قلنا السلام عليكم برك ما يقولهاش يا اخو علاه كيف علاه او الزعيم يا اخو الزعيم يقول علاه ما يهضرش هاي الزعيم هادي يا تعالي هما اللي رجعوا زعيم هو ما كاش منها زعيم علاه يا خويا ما كاش منها هذاك البلاد صاحبي غير السراقين ما في عهدو غير السراقين جاب انا نحكي لك تاريخ سرقوا اداو اداو انا ديك اللبيه نوري لكم واش جابوا حوز ناس وداها نوري ما كاش منها خويا حبيبي حبيبي المشكله وين راهي المشكله مش فيها راهم رايد راهم المشكله انه راهم مغلطينكم يا خويا العزيز واش مغلطيني يا صاحبي شكون اللي غلطني انا يا صاحبي ما كانش كان اللي غلطني انا العين مجرد تشوف يا خويا العزيز كيف تبعوا برك يا صاحبي الله يهديك امين ان شاء الله اجمعين كلمه حق هذه خويا العزيز كلمه حق ايه بس على البريزيدون وخارج ما جا تعطيه ما كاش منها هادي ما كاش منها ما كاش منها هادي خويا العزيز هادي اسمح لي خو وقلت لهم انا قلت لهم تعبوا رواحكم ما تخرجوا في المسيرات هذو ما تعرناك هذو صاحبي تقبلوا البلاد تقبلوا ملحي تحكم السعيد خو مد ميل دوز سعيد مليح يا خو سالي اشاعات برك عليه يا خو علاش هكذا ما طالي والو ليسونسي وقاري وما عطاو لي والو يا خو عندي ماستر دو انا قيد منا نروح هكذا نعطوك لا لا منا من الميتر مع شريكي قتالين كلوا مال العام حقروا داروا انا نقول لك يا صاحبي نطلع حاشا هكذا نطلع نطلع انا نقول لك صاحبي سعيد قام تحدد حاشا النعمه ولا حاكم نفسي هذه قاعده هضره اسمح لي هذه قاعده هضره زايده اخويا العزيز والله يا صاحبي شوف انا انا قعدت نستنى فيها شوف هاي التصويره تاعها وصدقني غير قعدت نستنى فيها وتحيه الرايس تحيه بوتفليقه تحيه بوتفليقه اللي حب حب واللي ما حبش ما حبش ما تعرفش مني يا حبيبي يا اخو ما خلاص يا اخو ما خلاص راهو ولا زعيم ودوك الرجاله تشوف واحد الشجره هنايا ايه نحيه يضربني بها للراس يرحم بابا كمان عادي هادي على هادي راح يسيل الدم ما يسيلش الدم يا اخو هما محبين العقوله كيفاش هما محبين الشعب 40 مليون كانوا دي مليون كاروندي هذا راه معاهم على باش راكم يا ربي واحد كاع الدنيا اللي خرجت كضر بوتفليقه العوده الخامسه تقول لي قاعد غلطوكم يا خويا العزيز معليش يا خويا انتوما ما انتوش غلطين هاك خويا العزيز معليش اروح اروح ما كانش غلطك صاحبي ما كانش غلطك سمعت لي خويا العزيز